السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بكل خير وصحة وعافية مشاهدينا الكرام وأيضا مستمعينا عبر الأثير. حلقة جديدة من برنامجكم الصباح رباح تجمعنا وياكم مع عدد من الفقرات المهمة. وصبحك الله بالخير يا حنان. صبحك الله بالنور يا حصة، الشرف لي اليوم أكون وياك في الاستديو. وأنا لي الشرف وأنا سعيدة جدا أن تكونين معي حبيبتي. الله يسلمك يا رب. أكيد مشاهدينا أكيد نلتقي فيكم مجددا في حلقة مميزة من برنامجكم الصباح رباح، وفي حلقة اليوم لدينا عدد من المواضيع وأبرزها الحديث عن فعالية صحتك تهمنا بجمعية الكشافة والمرشدات القطرية، وأيضا راح نتكلم عن جدارية سيف الأماني اللي موجودة في كتارة للفنانة التشكيلية لينا العالي، وأكيد راح نتعرف على الأقمشة المستخدمة في موضة العبايات بالإضافة إلى أخبار من العالم. طبعا زميلتي حنان تحب عالم الموضة دائما من عباية لعباية، اليوم الكرة في ملعب، خاصة ان احنا اليوم راح نغطي مواضيع اكيد مهمة واكيد مواضيع ان شاء الله بتكون حداثية. اكيد احنا البنات اصلا نحب نواكب الموضة كلنا، يحبون الازياء ويحبون الاقمشة. واليوم راح ان شاء الله نتكلم هاي الموضوع مع ضيفتنا اللي بتكون موجودة ان شاء الله. اذا في حلقة اليوم تتابعون ايضا عدد من الفقرات والفعاليات، وبدايتنا دائما تكون مع ابرز العناوين. وزارة الثقافة تنظم ندوة بعنوان الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية هوية مستمرة عبر الأجيال. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن كتابا حول حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر. ومن ضمن فقرات اليوم ومن حول العالم تتابعون أيضا الماكينة والإنتاج الصيني يهددان حياكة السارية يدويا في فاراناساي الهندية. وأيضا سلطنة عمان تحيي زراعة المانغروف في ظل التغيير المناخي. مشاهدينا أكيد طرحنا سؤال عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للمدن، ما أكثر مدينة تفضل زيارتها ولماذا؟ أكيد مشاهدينا راح نتعرف على التفاعلات في سياق الحلقة، لكن أول شيء شلون الجو اليوم معك؟ اليوم جونا طبعا يا حنان ومشاهدينا الكرام راح يكون غائم مع فرصة لهطول أمطار رعدية. خلونا نبتدي فقراتنا للطقس مع بعض اللقطات الجمالية نشوفها معاكم. والحين راح أخذكم في جولة لأحوال الطقس المتوقع لليوم على بعض المدن الإلكترونية، ونبدأها بالحالة العامة للطقس. طقس اليوم غائم مع فرصة لأمطار متفرقة رعدية أحيانا، يوجد تحذير من أمطار الرعدية مصحوبة برياح قوية، يرجى توخي الحذر. بالنسبة للطقس سيكون غائم إلى غائم جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا. أما بالنسبة للرياح شمالية إلى شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة. أما حالة البحر من 2 إلى 4 أقدام، يرتفع إلى 6 قدم أحيانا. نبدأ بمدينة الدوحة ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم تتراوح ما بين 29 و 33 درجة مئوية، أما نسبة الرطوبة فهي تتراوح بين 50 إلى 80%، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية تصل إلى 5 عقد. ننتقل إلى مدينة الوكرة ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم فهي 29 إلى 32 درجة مئوية، نسبة الرطوبة فهي تتراوح بين 50 و 80%، أما الرياح شمالية شرقية وتصل إلى 8 عقد. وفي بوسمرة درجات الحرارة تتراوح ما بين
23 إلى 31 درجة مئوية، أما نسبة الرطوبة فهي تتراوح بين 50 و90%، الرياح شمالية شرقية تصل إلى 6 عقد. إلى مسيعيد ودرجات الحرارة تتراوح بين 26 و30%، أما نسبة الرطوبة تتراوح بين 60 إلى 80%، الرياح شرقية وتصل إلى 4 عقد. في مدينة الخار درجات الحرارة المتوقعة لليوم فهي 24 إلى 34 درجة مئوية، أما نسبة الرطوبة فهي من 50 إلى 80%، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية وتصل إلى 5 عقد. نختم نشرتنا الجوية مع مدينة دخان، فهي درجات الحرارة تكون من 23 إلى 31 درجة مئوية، نسبة الرطوبة بين 50 و90%، الرياح شرقية شمالية وتصل إلى 3 عقد. بالنسبة لرواد البحر ولله الحمد لا يوجد هناك أي تحذير. كانت هذه نشرتنا الجوية لليوم، ونتعرف الآن على درجات الحرارة المتوقعة لدول الخليج. شكرا لك حصة، يعني نقول ان شاء الله في امطار جايه في الطريق. ان شاء الله راح تكون ان شاء الله هناك امطار اليوم، وتكون مصحوبه ايضا بامطار رعديه ان شاء الله. صار يعني هالفتره كلها نشوف من امطار وننطر بس الجو يتعدل، حتى قبلها قاعد نسولف نقول متى بيدش علينا الشتاء. اي والله ان شاء الله يدش، وان شاء الله حتى من الامطار اصلا بيزين الجو مع الوقت ان شاء الله، بيبرد الجو ان شاء الله ننطر احنا. الحين مشاهدينا خلونا ناخذكم الى جوله الصحافه المحليه الصادره لليوم وابرز الاخبار فيها بصوت الزميله ديانا بكر. نبدأ الجولة مع صحيفة الشرق. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتلقى رسالة شفوية من فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية الإسلامية الإيرانية، تتعلق بعدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما بما يتصل بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية تحتفل بتخريج الدفعة الثانية للدراسات العليا على مستوى الماجستير في تخصصات الدبلوماسية الدفاعية واقتصاديات الدفاع والدراسات الاستخباراتية والدفاع السيبراني. إدارة تمرين وطن 2023 تدشن التمارين المكتبية في إطار الاستعدادات لبدء انطلاق التمارين الميدانية من 6 حتى 8 نوفمبر. انطلاق منافسات مرحلة التصفيات في المسابقة القرآنية العالمية أول الأوائل، الفرع الدولي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم. ننتقل إلى صحيفة الراية. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يكرم الطالب عبد الله البري اليافعي من قطر وآمن المنصوري من الإمارات بدرع الدورة 7 من تحدي القراءة العربية. قطر الخيرية تبدأ تنفيذ مشروع لتوفير المأوى المؤقت والمياه الصالحة للشرب للنازحين في شمالي السودان. انطلاق أعمال مؤتمر تكنولوجيا الإبل الأول في العالم كامل تيك الذي ينظمه نادي قطر لمزاين الإبل التابع لوزارة الرياضة والشباب بشراكة مع المنظمة الدولية للإبل. المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا تدشن جدارية سيف الأمان للفنانة لينا العالي بحضور الدكتور خالد بن إبراهيم سليطي مدير عام كتارا. ننتقل إلى صحيفة الوطن. الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يكشف عن وجود قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية في غزة، مؤكداً وجود فرص لنجاح الوساطة القطرية لخفض التصعيد وضمان حماية المدنيين. مكتبة قطر الوطنية تفتتح معرض حروف الإيمان الخط العربي في إندونيسيا بشراكة مع عدد من المؤسسات الثقافية المحلية والإندونيسية. إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني تنظم ندوة تعريفية حول أنظمة اعتماد المصاعد الكهربائية لتعريف الشركات بإجراءات واشتراطات السلامة وفق متطلبات الدفاع المدني.
سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة تفتتح مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط الذي تنظمه وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية. ننتقل إلى صحيفة العرب. دولة قطر تشارك في الاجتماع 21 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون، وذلك في العاصمة العمانية مسقط. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدشن كتاب حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر بحضور نخبة من الخبراء والمختصين والإعلاميين، وذلك بمبنى الفعاليات الثقافية بحديقة البدع. تكريم 12 طالباً وطالبة من مختلف المدارس الحكومية في دولة قطر لحصولهم على جائزة التفوق الدراسي للدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في نسختها 16. مركز جامعة قطر للعلماء الشباب يعلن المشاريع الفائزة في الدورة الثالثة للبرنامج الوطني لتعزيز البحث العلمي الحاصلة على منح بحثية لعام 2023. نختم الجولة مع صحيفة لوسيل. مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ينظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمشاركة قيادات المركز ومسؤوليه ومنتسبيه. جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تفتح باب القبول لفصل الشتاء 2024 إلكترونياً لعدد من البرامج المختارة. إسدال الستار على منافسات النسخة الثانية لبطولة قطر الآسيوية للناشئين للتنس تحت 14 عاماً التي نظمها الاتحاد القطري للعبة على ملاعب مجمع خليفة الدولي تحت مظلة نظيره الآسيوي للتنس. دار التقويم القطري تعلن وصول عملاق المجموعة الشمسية كوكب المشتري إلى أقرب نقطة من الأرض صباح الجمعة في ظاهرة تعرف بظاهرة تقابل المشتري مع الشمس. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ما زلنا في الأخبار المحلية، حيث دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمبنى الفعاليات الثقافية بحديقة البدع كتاب حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر بحضور ومشاركة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونخبة من الخبراء والمختصين والإعلاميين. وتكمن أهمية الكتاب في أنه يدرس ارتباط قضايا البيئة باحترام وحماية حقوق الإنسان من خلال بيان ما هي المعايير والمبادئ الحاكمة للحق في البيئة ومقاربات تحقيق حمايته من منظور حقوق الإنسان وموقع هذا الحق بالنسبة للوثائق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ننتقل الآن إلى جمعية الكشافة والمرشدات القطريات مع زميلنا مشعل حسن وتفاصيل فعاليات صحتك تهمنا. صباحك الله بالخير أخوي مشعل. أولا أصبح على زملائي في الاستديو حصة وحنان، وأصبح عليكم أيضا السادة المشاهدين. اليوم أنا متواجد بعين خالد في مقر جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، حيث تقام ورشة صحتك تهمنا، ولتفاصيل أوفى والحديث أكثر عن هذه الورشة يسعدني ويسرني أن يكون معي السيد جاسم محمد الحردان المفوض العام لجمعية الكشافة والمرشدات القطرية. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور وصبح على مشاهدينا الكرام. بداية نبيك تعطينا فكرة عن هذه الورشة وأهدافها. كما تعرف جمعية الكشاف والمرشدات القطرية دائما عندها شراكات عدة مع عدة جهات في الدولة والشركات والمؤسسات الموجودة داخل الدولة، وعندنا هذه الشراكة مع مجموعة النسيم الطبية اللي هو خلق الوعي الصحي لدى القادة عندنا، ومن ثم نقلها للميدان المدرسي بإذن الله لأبنائنا الكشافين والمرشدات إن شاء الله. من الفئة المستفيدة من هذه الورشة؟ مثل ما قلت لك الآن القادة الفرق المدرسية وقادة الموجودين عندي في الجمعية بتوعيتهم بهذه الورش، عندنا الأسنان، عندنا الضغط، عندنا ورشة ثالثة والله بعد ما ذكرتها الحين، كلها بننقلها بإذن الله بعد ما ناخذها ويأخذون يتعلمون الورش هذه ويجدون العملية فيها بإذن الله، تنقل إلى الميدان المدرسي بإذن الله مع أبنائنا الكشافين وحتى من خلال معسكراتنا اللي نديها في الخارج إن شاء الله.
من المتعاونين عندكم اليوم في هذه الورشة؟ اليوم المجمع النسيم الطبي وهو قائم على الفعالية بالكامل، نشكرهم فعلا يعني جزاهم الله خير. المخرجات المتوقعة اليوم من مثل هذه الورشات؟ خلق الوعي عند الطالب بكره، حتى القائد نفسه يعرف انا عندي ضغط مثلا، زين اعرف ايش اتعامل كيف مع نفسي وايش كيف المواقف اللي تحدث لي، فانتبه. وهذا وعي جدا مهم جدا، والقائد بعد ما ياخذه بينقله مباشره الى وين؟ الى ابن الطالب ولا البنت عند المرشده، وهذا بيخلق ان شاء الله جو صحي لابنائنا باذن الله ان شاء الله. كلمة للراغبين لمعرفة المزيد عن برامجكم المقامة هني في جمعية الكشافة. عندنا مواقع التواصل الاجتماعي، اكتبوا الكشافة القطرية وبإذن الله يحصلون في تويتر، عند اللي هو الحين تويتر، وعندنا الانستغرام، عندنا حتى على اليوتيوب بيلقونها، وبيلقون عندنا في جميع برامج التواصل الاجتماعي تقريبا. كل برامجكم يعني تحطون فيها برامج، البرامج الخاصة بهذه الورشة؟ نعم تنزل على طول بإذن الله إن شاء الله، أول بأول بإذن الله إن شاء الله. الله يعطيك العافية وما قصرت، وجزاك الله خير. بارك الله فيك ونشكركم على هذه التغطية، بارك الله فيكم. نعم أعزائي المشاهدين، هذا اللي كان عندي من هني من جمعية الكشافة، وحاليا نتوجه بالصوت والصورة إلى زميلاتي حنان وحصة، الكلمة عندكم. كل الشكر لك أخوي مشعل، والشكر أيضا موصول لضيفك الكريم. ومشاهدينا إلى كتارة، إذا دشنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة جدارية سيف الأماني بالفنانة التشكيلية لينا العالي، خلونا نشوف مع بعض في هذا التقرير التالي. دشنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة جدارية سيف الأماني للفنانة لينا العالي، وذلك في المبنى 15 بحضور الدكتور خالد إبراهيم صليطي مدير عام كتارة. تجسد الفنانة لينا العالي في لوحتها سحر الطفولة وروعة البحر في لقطة واحدة مذهلة، وتصور اللوحة فتاة صغيرة تحمل قلبا في يدها وهي تجلس على شاطئ البحر، وتحمل طائرة ورقية بشكل سفينة في يدها، وبجانبها فتاة أخرى تحمل شعرها الطويل بخصلة واحدة، وفي نفس الوقت تظهر سمكة من الماء. وتتميز هذه الجدارية بجمالها وألوانها الزاهية التي تأسر النظر وتعبر عن براءة الطفولة وقوة الأحلام والأمل. وأكدت الفنانة لينا العالي أن الهدف من الجدارية إمتاع الجمهور بجمال الفن والسعي إلى استلهامهم الإبداع من هذه الجدارية الفنية الساحرة، وجعلها تضفي لمسة من الفرح والجمال على حياة الجمهور ومحيطهم. جدا جميلة الجدارية حنان، خاصة أنها تكون تحاكي من واقع تراثنا القديم. يوم شفنا البنت أنها لابسها الزي الخليجي التقليدي، يمكن صح. أنها علامة من البخنق أو شيء من هالقبيل. شنو علاقتك بالرسم؟ وصل بعد حصة يعني حلو إنه يعني معطي منظر اللوحة، يعني شيء معطي كتارة منظر حلو، حتى اللي يعني يسأل من اللي رسم هاللوحة شنو قصة هاللوحة متى صارت. أنا والله مع الرسم صراحة مش اوكي. ما عندك علاقه كلش. والحين حنان قولي لنا ايش اللي عندك. الحين بنروح الفاصل القصير واكيد راح نرجع لكم مع باقي مواضيعنا. يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا الكرام. الحين خلونا نشوف معاكم التفاعلات حول سؤال الحلقة بمناسبة اليوم العالمي للمدن. كان سؤالنا: ما أكثر مدينة تفضل زيارتها ولماذا؟ المشاركة الأولى تقول دول الخليج والشرق الأوسط جميعها لأنها دول الخطابة والفصاحة. طبعا المشاركة الثانية تقول الدوحة لأنها بلاد العز. الله يحفظ لنا إن شاء الله بلاد العز، وأكيد خليجنا واحد. وعندنا بعد مشاركة من أبو زينب، أكيد مكة المكرمة، مكة المكرمة كلنا صراحة نتمنى أن احنا نزورها. أكيد. مشاركة أخرى تقول الدوحة عاصمة السياحة العربية. وعندنا مشاركة من إبراهيم الرئيسي يقول فيها والله عن نفسي أنا ودي أزور أوسلو، خاطري أتعرف أو أشوف الناس وأتعلم على هذه الثقافات الجديدة.
ومشاركة من خولة، طبعا خولة غنية عن التعريف، دائما هي اللي تشارك معنا بصورة مستمرة. هذه شخصية متفاعلة جدا معنا، تقول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي المدينة المنورة. صلاة والسلام، أكيد الله يكتب لنا إن شاء الله كلنا أن احنا نزور المدينة المنورة. وعندنا مشاركة أخرى، القدس الشريف، زيارة الأماكن المقدسة والمعالم التاريخية إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. المشاركة الأخيرة أيضا تقول القدس لأنها مسرى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا حنان، إحنا دائما نقول أن مثل هذه المقدسات ومثل ما أن إحنا نعرف أن الإسلام غني عن التعريف خاصة بالمقدسات، مكة المكرمة، مسجد الأقصى، القدس الشريف، ناس تحب أنها تروح وتتعرف على هذه الثقافات. بما أن إحنا طبعا نتكلم عن القدس، نبقى مع فلسطين، إذ نظمت وزارة الثقافة ندوة بعنوان الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية، هوية مستمرة عبر الأجيال، في قاعة بيت الحكمة بمقر الوزارة. نتابع هذا التقرير. نظمت وزارة الثقافة ندوة بعنوان الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية، هوية مستمرة عبر الأجيال، في قاعة بيت الحكمة بمقر الوزارة. شارك في الندوة التي أدارتها السيدة مريم ياسين الحمادي مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة، السيد سمير عطية مدير بيت فلسطين للثقافة في تركيا. تقوم وزارة الثقافة العديد من الفعاليات، ومن ضمنها هذه الفعاليات التي تناقش موضوع الهوية الفلسطينية، وهذا موضوع هام خاصة في سياق الأحداث الحالية وظهور طبعا موقف دولة قطر الدائم تجاه هذه القضية والمطالبة بالعودة لأراضي عام 1967، واللي هو توفير الحقوق اللازمة طبعا للشعب الفلسطيني. هذه المبادئ الأساسية هي تدخل ضمن مبادئ الهوية الوطنية القطرية كاعتراف أصيل بهذه القضية العربية والإسلامية ضمن الهوية الوطنية، وتأتي هذه المناقشات في تأكيد الحق الفلسطيني والهوية الفلسطينية المستمرة عبر الأجيال، وهو ما يميز هذه الهوية التي نضجت منذ ظهور هذه القضية وتوزيع الأراضي الفلسطينية التي أثرت على ظهور هذا المستقبل المليء بالعنف خلنا نسميه. واليوم الواجب علينا إيقاف هذا العنف، اللي هو العمل على تأكيد الحق الفلسطيني وإعادة هذه الحقوق لبناء دولتين منفصلتين على حدود عام 1967 كما ذكرنا. والمناقشات هنا مع مدير بيت فلسطين في تركيا، وهذا واحد من العناصر الأساسية التي تقوم بها الدور الثقافية، والاعتماد على المثقفين الذين كان لهم دور كبير في الحركات السياسية منذ الستينات والخمسينات ووصولا حتى اليوم، وهذا يؤكد استمرارية هذه الهوية بالرغم من التحديات التي تواجهها أو يواجهها الشعب الفلسطيني، دورهم الكبير من خلال الثقافة ومن خلال الفنون والاستمرار في المسيرات والمؤسسات المختلفة. في هذه الندوة المهمة في هذا الظرف الاستثنائي تقيم وزارة الثقافة القطرية هذه الندوة حول الهوية الفلسطينية والعربية والإسلامية، ونقاش حول ذاكرة الأجيال في فلسطين وخارج فلسطين في هذا الظرف الحساس الساخن الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني تحديات في أرضه، في وطنه، في هويته، في ثقافته أيضا، ومن حوله الشعب العربي. لذلك تعد هذه المحاضرة في هذا الوقت مهمة للغاية حول المستقبل، حول الثقافة، وحول سؤال الهوية. كما أكد مدير بيت فلسطين للثقافة في تركيا أن الهوية الفلسطينية منذ الاحتلال الإسرائيلي لم تتأثر أو تتغير على مر العقود، وذلك لأن الشعب الفلسطيني متمسك بهويته العربية والإسلامية، ورغم قسوة الظروف من حوله إلا أنها جعلته ثابتا على أرضه، مقاوما لعدوه، متمسكا بحقه وثقافته وهويته. القدس الشريف يحمل تاريخا عريقا يستوجب علينا في ظل الظروف الراهنة تعزيز الوعي الثقافي حوله بين طلاب المدارس. وللحديث عن هذا الموضوع معنا الأستاذة آلاء المصري، رئيس قسم البرامج في مركز التربية، وأيضا يسعدنا أن يكون معنا الطالب تميم عبد الله الأسود، طالب في أكاديمية مها. صبحكم الله بالخير وصبحكم الله بالخير. صباحك يا رب أستاذة آلاء.
ونقول لكم حياكم الله معنا في برنامج الصباح رباح. تسلمين والله، نحن سعداء باستضافتكم لنا ببرنامج الصباح رباح. حياك الله معنا تميم. الله يحييش. الله يسلمك ويبقيك يا رب. نبتدي مع تميم ولا استاذه الاء؟ نبتدي مع استاذه الاء في البدايه. طبعا استاذه الاء هناك حمله مثل ما احنا عارفين، نبي نعرف مشاهدينا عن هذه الحمله وماذا تعني للطلاب، خاصه اللي حابين سن صغير يشاركون في مثل هذه الحملات اللي توعي الانسان بهويته العربية الإسلامية. الله يسعدك. فعلا احنا هذه الحملة، حملة القدس تحت عنوان القدس أوفياء، هذا ليس العام الأول الذي ننفذ به هذه الحملة، هذا العام الثامن على التوالي بفضل الله. نحن مركز تربية تأسس بال 2014، ولكن بدأ من عام 2016 بدأنا ننفذ حملة القدس. العام الماضي بفضل الله الحملة يعني انتشرت على مستوى مدارس عديدة داخل دولة قطر، شارك معنا 165 مدرسة وما يزيد عن 95 ألف طالب ما شاء الله. فهذا العام قررنا أن تكون الحملة ممتدة على شهر كامل، بدأنا بها يوم الاثنين 30 أكتوبر وستستمر معنا ل 30 نوفمبر إن شاء الله. الحضور الاجتماعي التعريفي أولا يعني كانوا 150 مدرسة كانطلاقة، ولكن نأمل إن شاء الله أن نصل لعديد من المدارس. ولفت نظرنا هذا العام أنه في عنا مدارس خاصة أيضا مهتمة بالقضية وبحملة القدس، سابقا كانت مقتصرة على المدارس الحكومية وبعض المدارس الخاصة، فهذا شيء طيب. ويطلبون المادة باللغة العربية والإنجليزية عشان الجاليات مثلا الإخوة الهنود أو الباكستان يحبون أن يعني يشاركوا معنا بهذه الحملة. يعني خلال الثمان سنين اللي مروا فيها أو مريتوا فيها لاحظتوا بعد الكثير من التطورات والتغيرات اللي صارت من خلال هذا العام الحملة. فعلا كان مميز بهذه المشاركات، حتى مديري مدارس حضروا معنا وليس فقط مشرفين يعني باللقاء الحمد لله. حلو. أكيد تميم. طبعا تميم عندك تستلمينه وأنا عقب بستلم تميم. أنا بقول لك أنت إيش رأيك كطالب صغير يعني في سن صغير جيل المستقبل، لما تشوف ربعك وطلاب المدارس مشاركين في هذه الحملات التوعوية يعني يحبون يوجهون رسائل للناس أو حتى الطلاب، شنو تحب تقول لهم في هذا هذه الظروف اللي احنا قاعدين نعيشها الحين؟ أبى أقول لكم دوري كطالب، أنا دوري كطالب أن يعرف جميع طلاب مدرستي أو مدارس أكثر أن فلسطين هي قضيتي وقضية كل إنسان شريف، وأأمل أن الجميع يعرف أن فلسطين هي دولة محتلة، وأن نقف متكاتفين للدفاع عن القضية الفلسطينية. أكيد طبعا في هناك قياس لتأثير مثل هذه الحملات، اليوم أنتم شلون شفتوها ومدى تأثيرها على الطلاب على المجتمع، خاصة أن أنتم تبنيتوا الحفلة، أنت مثل ما قلتي أنه صار لها ثمان سنين، شلون شفتي قياسات التأثير العام؟ هلأ إحنا القياس الأثر في عنا نوعين، إذا بدنا نقول عنا القياس الأثر الفعلي اللي نستطيع أن نقيسه الآن، وهناك قياس أثر إن شاء الله بنشوفه في المستقبل، هالجيل الصاعد بإذن الله مثل تميم يستطيع فعلا أن يقدم فرق يعني بالأمة بعد معرفته وتوعيته بالقضية الفلسطينية. نحن نقيسها أولا من تقارير ترسل نهاية الحملة للمدارس يعبئونها ويرسلونها لنا ويرسلوها لنا، ونحن بدورنا إن شاء الله نحلل هذه التقارير نعرف مين شارك أكثر، فئة الصغار ابتدائي أم الإعدادي والثانوي، أجوبة الطلاب التي تأتينا على الروابط التي نرسلها لهم بالحملة، الألعاب الإلكترونية، نرصد هذه الإجابات ونرى مدى تفاعلهم الوجداني والفكري الثقافي مع هذه الأجوبة، كلها دلالات على أثر هذه الحملة. ومعلش إذا بقلكم حيث صارت معي سنة الماضية، كنت باجتماع ودخل علي أب فهو عرف أنه أنا أعمل بمركز تربية وعرف أنه نحن المعنيين بهذه الحملة في مدرسة ابنه، فصار يتشكرنا لأن ابنه بصف ثالث جاء على البيت وصار يخبر بيه بمعلومات الأب نفسه أول مرة بيسمعها عن فلسطين، فكان جدا فخور بابنه أنه هو فعلا علقت هذه المعلومات بذهنه، وكان يعني كان رجاءه قلنا أنه استمروا بهذا الأمر، فأتوقع هذه من الآثار الطيبة التي لمسناها العام الماضي. أكيد وصل حلو أن نوعي جيل الشباب يعني الحين في هالفترة في هالزمن يعني الوقت المناسب أن احنا نعرفهم عن قضية فلسطين، لا قضيتنا كلنا، لا ترى في كذي في هاي، نوعيهم حتى توعيتنا أستاذة حنان بتكون على عدة جوانب، يعني منروح على جغرافية القدس الشريف، جغرافية المسجد الأقصى وفلسطين أين تقع، تاريخ
هذه المدينة العريقة ونذهب لأهميتها الدينية أيضا. صح. فنذكر أنها مسرى نبينا ومنها عرج منها عرج إلى السماء. نعم هناك قدسية أكيد لهذا أكيد. البلد نرجع لتميم نشوف تميم شنو عنده. شنو شاركت في هذه الحملة تميم؟ شلون عززت عندك الهوية الفلسطينية أن أنت تدافع عنها؟ شو اللي سويته؟ شنو إنجازك؟ يعني حطيت ملابسي وعطيته وسعدت القدس ودعيت لهم وإن شاء الله كل في بيتهم يدعون وعلى فلسطين وإن شاء الله أن يأخذون يفوزون على إسرائيل ويسوون كل شيء اللي يقدرونه إن شاء الله بإذن الواحد الأحد. طبعا أستاذة آلاء إحنا نشوف صور موجودة. نعم. هذه الصور من رسومات الأطفال الموجودين أو في مساهمة من الحملة نفسها؟ لا صراحة هذا عمل الطالبات وطلاب ضمن المسابقة التي تمت العام الماضي. إن شاء الله نحن نتأمل أيضا بمخرجات من هذه الحملة. نعم. فهذا من أحلى الأعمال الفائزة أساسا كانت معنا العام الماضي بمجال الرسم. نحن ضمن الحملة ننفذ مسابقة فيها عدة مجالات. أنا سأتحدث عن المسابقة التي ستتم هذا العام. يعني هناك مسابقات عدة بغض النظر عن التعبير الفني أو التعبير الحسي عن هذه ليس فقط الحملة. الرسومات في عندنا. نعم. الرسومات عندنا التطريز البنت وإمه حابين يطرزوا إحنا أيضا حابين أعطين هذا المجال. التصميم الإنفوغرافيك يحطوا الديزاين ويصمموا بيحبوا يستعملوا كانفا وهذه الأشياء هذا الجيل. في عندنا النشيد الجماعي تصوير فيديو كليب الخط العربي. ففي عدة مجالات الطلاب يعني نسمح لنشوف المواهب والمتعددة بها كل الهوايات والمواهب في مكان واحد. صح صح. يعني حتى الفنانين التشكيليين على اللي يحبونه يقدرون يوصلوا رسالتهم. وعندنا محكمين أساسا متخصصين بكل مجال. فالحمد لله يعني ما في حدا مقصر صراحة يعني كل عم يشتغل. مسابقات أستاذة ألاء صح؟ مسابقات للمدارس وبيشاركوا فيها الطلاب. طيب أستاذة ألاء خلينا أول شيء نتعرف بعد أو في الختام نتعرف على مركز التربوي شنو تقدمون هناك للأطفال بالذات السن الصغير من البداية مثل ما ذكر المركز التربية مثل ما قلت لكم تم تأسيسه نحن هذا العام العاشر وهو مرخص من وزارة التربية والتعليم ونعمل أول شيء بدأنا مع 8 مدارس كانطلاقة يعني أي مركز جديد ولكن بفضل الله الآن وصلنا لجميع المدارس فأي مدرسة تطلب منا خدمة تربوية أو قيمية نقدمها لهم. نحن في مركز تربية معتمدين 5 قيم اخترناها بعد دراسة يعني بعد بحث علمي هنا قيمة الإحسان قيمة الاحترام المسؤولية العلم والإنتاجية لأن جيلنا هلأ يحتاج لهذه القيم ومن ضمن الاحترام نعزز قيمة الانتماء والاعتزاز بالهوية اللي حضرتك بلشت فيها أستاذة حصة. نعم. وهذا تتماشى مع رؤية قطر 2030 أكيد. حلو. طبعا تميم أكيد فيه شيء أثر في جزئيتك العاطفية خاصة إذا إحنا خلنا نتكلم عن العام الماضي للحملة كلمنا عن هذا التأثير. حزنت حزن شديدا عندما رأيت الأطفال يرون أمهاتهم وأبائهم يموتون أمام عيونهم وحرمان مسلمين من الصلاة في مسجد الأقصى. هاي اللي أثر فيه. أثر إن شاء الله راح ترجع وإن شاء الله الأمور كلها تكون طيبة بالنسبة لهم. إن شاء الله يعطيهم خير. كل الشكر لك تميم وكل الشكر لك أستاذة آلاء المصري. شكرا لك. الله يعطيك العافية على هذه الحملة الجميلة وإن شاء الله أنها راح تستمر في الأعوام القادمة إن شاء الله. إن شاء الله الله يجعل فيها الأثر الطيب لجيلنا. شكرا لك. شكرا تميم. إن شاء الله نشوفك في أعلى المناصب إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. بعد توعي هالجيل أكثر وأكثر. إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام الحين راح ناخذكم على هذه المعلومة ونلتقيكم من بعد الفاصل خليكم معنا. تدري ولا ما تدري؟ تدري أن اليابان موطن لأكثر من 200 نوع من أزهار الكرز؟ تعد زهرة الكرز المعروفة باسم ساكورا الزهرة الوطنية في اليابان وترمز للتجديد والأمل وتبشر بحلول فصل الربيع وتتميز أزهارها البيضة بألوان زاهية لا تدوم عادة أكثر من أسبوع وعندما تتفتح الأزهار تبدأ طقوس الهانامي وهو تغليد للتنزه تحت أشجار الكرز يعود إلى قرون عديدة ويمثل أشكال الفرحة عن طريق المهرجانات والاحتفالات احتفالاً بجمال هذه الأزهار. وتدري أن اليابان قدمت عام 1912 أكثر من 3000 شجرة كرز إلى الولايات المتحدة وكانت هدية للاحتفال بصداقة الدولتين
وتوجد في مدينة نيويورك حديقة تسمى ساكورا بارك. مرحبا فيكم من جديد. اتجهت الفتيات مؤخرا لاختيار أقمشة العباية تتسم بحشمتها وجمالها ونعومة تفاصيلها بألوان هادئة ومتناسقة وأيضا جميلة. راح نتكلم عن جديد العباية والموضة بما يتناسب مع اختيار وذوق الفتيات في دولة قطر مع ضيفتنا في مصمم وهي مصممة الأزياء مريم المطوع. صباحك الله بالخير وحياك الله معنا في برنامج الصباح. صباحك الله بالنور. يا مرحبا، حياكم الله. في البداية مريم، حابين نعرف بداية الموضة، ماذا تعني لك العباية؟ خلنا نعرف مشاهدينا الكرام على هاي الأساس. يعطيكم العافية، طبعا سعيدة بتواجدي معكم. مثل ما طرحتي حضرتك العباية، العباية بالنسبة لنا هي أهم زي إحنا نلبسها كل يوم، وأحس أن هي تحكي عن مظهري. نعم صحيح، تحكي عن مظهرنا، تحكي قيمنا، تراثنا، هويتنا. صحيح، عاداتنا، تقاليدنا. العباية هي تربية في المقام الأول. نعم. من يوم إحنا من نشأنا وتربينا وكبرنا، خلاص تحسين من عمر 10 سنين 11 سنه نبتدينا احنا نعلم البنات على لبس العباية، نتعلق فيها ونحبها ونفصل بعد عبايات صغيره حق اصلا بنات. حتى الحين البنت الصغيره تشوفها لابسه عبايه، فصلي لها عبايه. صحيح، فهي قيمه. انا اشوف ان العبايه قيمه، مش ان هي فقط من الجانب الديني ستر، هي قيمه كبيره. لازم نفهم البنات معناها ومدى عمق القيمة هذه عندنا. شيء فخم أصلاً من تلبسين العباية. صحيح، شيء فخم، الناس تحترمك صراحةً. صحيح. الحين خلينا بس بعد نتكلم عن العباية اللي موجودة معنا في الاستوديو. أنا لاحظت إن القماش، القماش شوي سميك يعني. صحيح. ثقيل. صحيح. هل هاي الموضة راح تطبق أو هذا القماش راح يطبق في الشتاء أكثر شيء يعني حق الشتاء ولا حق الصيف؟ لأنها شوي ثقيلة. صحيح. إيه؟ حالياً الدارج، شوفي قماش الكريب وبالأخص الكريب الياباني هو من أجود أقمشة العبايات. حاليا طبعا عالم العبايات وعالم الأزياء عالم كبير ومتشعب، كل يوم تلاقين ترند أو موضة معينة. احنا نحاول ان احنا نواكب الموضة بما يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا، مجتمعنا، جونا، الأتموسفير يعني اللي احنا نعيشه. حاليا أقمشة الستان أو التفتة هي اللي طاغية. نعم صحيح، ودارجة. حتى من نفس قماش تحصة، قماش الشموع. حنان اسمحي لي. قماش الشموع من الأقمشة اللي دخلت في عالم الأزياء وما زالت ترند وجميلة، خصوصا إذا تم اختيار القماش الصح بالطبعة الصح. عاد ايش رايك ان انا لبستها ولا ادري انها ترند ولا شيء، بس يلا الحمد لله. بس اهم شيء انها عباية ستيرة والحمد لله. الحمد لله، الله يستر علينا. طبعا فيها هناك مثل احنا ما نقول سوق العبايات. نعم. انا اقصد مش السوق اللي نروح له ناخذ من العبايات، سوق العبايات بالنسبه. أيوة. حق الفتيات القطريات. أيوة. شنو اكثر شيء تحسين انه يتجهون له؟ اي شوفي حاليا احنا نمشي كمصممات ازياء، انا كلمت كمصممات ازياء خاصه اذا كانوا يطلبون العبايات، مضطرين احنا نمشي على الترند. لما يجونك البنات خصوصا الجيل الحالي تبحث عن الترند، شنو الجديد. طبعا الحين اللي دارج العبايات المشجره اللي هي نكشتها منها وفيها قصة. صحيح. نعم. أو ملونة أكثر. حتى الملونة أكثر. أيه. جيت يعني دارج كثير في السوق، الأسود والأبيض، البيج والأسود، الرمادي، الجري، درجات الرمادي، درجات الكحلي، هو الدارج. لكن نصيحة كم دين يعني مثلا مريم في على قماش معين خاصة؟ مثلا يقول لك أنا إذا كانت العباية مثلا مشجرة أنا ما أقدر أستعمل لها الخلق الخفيف أو مثلا الشيفون. صحيح. مثلا إذا أنا أبي قطعة مشجرة أستعمل لها مثلا ستان أو كريب. صحيح. شلون أنت تقدرين يعني تقنعين مثلا الزبونة؟ قطعة اللينن. صحيح. طاحوا فيها في فترة الصيف لأنها هي خفيفة أصلاً. ما زال اللينن دارج يعني في كل لاين أنا أطرحها في سيزن، يعني في سيزن الموسم الشتاء والخريف، موسم الصيف والربيع، لما يكون في لاين لينن، لأن اللينن يعتبر من أجود أنواع الأقمشة في العبايات. أيوة. شلون أنت توظفينه؟
مثل ما السؤال اللي طرحتي، نختار القماش المناسب للقصة. مثلا إذا كانت العبايات عملية نتجه للقماش الكريب، أقمشة اللينن مثل ما قلت لك، أقمشة الشموة، لأنها عملية وخفيفة، وأنا جدا أراعي الجو، المناخ، الطقس عندنا. من ناحية الجودة يعني شلون احنا نميز مثلا هاي الكواليتي اوكي؟ صحيح. يعني ممكن مع الغسيل ما يخترب او يقطن، يعني اغلبية اللينن او مثل ما ذكرتي الحرير المغسول او غيره. نعم. مع الغسيل سواء كان في اللوندري او حتى في البيت. صحيح. بعد تحسين شوي القطعة تكسر، انا مع الوقت عندي عبي مع الغسيل يعني يكسرون. صحيح. أي. طريقة الاهتمام والعناية بالقطعة كديزاينر او كمصممة ازياء، واجب علي اني انا لما ابيعك القطعة اعطيك الارشادات او شلون انت تهتمين في القطعة. الاقمشة اللي النصيحة مني لك، لا ترسلينها للدراي كلين، غسليها في البيت بماء بارد. أي. الاقمشة الطبيعية دائما تنكمش مع لما تتعرض حق درجات حرارة عالية. أيوة. وحتى درجات حرارة باردة، الماء يعني تكون الفاتح. درجة حرارته صحيح الفاتح. طبيعية. نفس الشيء الدلكة، الأقمشة، الحرير، الستانات، هذه ممكن تلجئين للمغسلة على أساس أنها تنظيف بخاري يكون لها. نعم. الحين إحنا مثل ما نشوف مريم، هذه العباية طبعاً اتوقع انها تكون قصتها مثلا يابانيه او شيء من هالقبيل، او الكلوش اللي هو الدارج. صحيح. شنو استعملتي فيها؟ لان اشوف تحتها قطعه وقطعه. احنا عارضين عارضين نوعين اقمشه، العبايه اللي تحت اللي هي القماش، هذه العبايه اللي تحت. صحيح. هذه القماش الكريب الياباني، لو لاحظتي فرق اللون. ايوه. شفتي سوادها ملكي فاحم. ايوه. شوي رصاصي يعني. فاحم. السواد فاحم وعملية ممتازة، مثل ما يقولون كد ومد. انت تبغين تلبسين عباية بيج او سوداء اقدر اقلبها بعد. ومريم هي تستعمل على وجهين دبل فيس. اللي فوق. صحيح. هي دبل فيس عملناها، مثل ما قلت لك الرائج الحين في خطوط الموضة ان العباية تكون قصة حلوة دبل كلوش مثل ما قلتي، فيها حركة بسيطة في الكم، وتتميز بقماش جيد وجودته عالية ولون جميل. فاحنا دمجنا الاسود والبيج. وبعد في سؤال محيرني يعني. نعم. الحين فيه قطع مثل خامات القماش، نقدر كل قماش ان احنا نسويه دبل فيس؟ مش كل الاقمشه تناسب، القماش لازم يكون له سمك معين. ما يكون. واذا استخدمتي قماش خفيف ممكن العبايه تكون تصير اوفر ويت، تصير ثقيله. ثقيله. اي. فانت اهم شيء، اهم نقطه في تصميم العبايه ان العبايه تكون خفيفة مريحة لما وعملية. تلبسين وعملية لما تلبسينها ما تحسين انك انت حاطة وزن او انك انت متضايقة وانت لابستها، بس تبغين انك انت تفسخينها لما تخلصين. بالذات يوم قلتي على جونا بعد. صحيح. جونا شوي صعد ان العباية تكون عملية وبعد خفيفة. في ناس تحسين انه مثلا في بنات يوتش تحسين ان طلبهم غريب على العباية، او مثلا يبون شيء تصميم غريب وانت رفضتي مثلا. شوفي في لاين الموضة حاليا الله يهديهم البنات يحاولون انهم يتبعون الموضة بكل الاشكال، فاحنا واجبنا كديزاينرز قطريات نراعي خطوط العادات والتقاليد والدين، فاحنا دائما نردهم يعني لما تكون العباية اوفر فانكي وغريبة وفيها حركة غريبة او الوان، او حتى ساعات القماش في أقمشة مثلا لامعة وايد تلمع، تلاقينا تلبسها حق الجامعة أو حق طلعة. مش مناسبة. احنا دائما نوضح أن في لاين عبايات عملية، وإذا تبغين حق السهرة من هني لهني بس تلبسيه في التجمعات. صحيح. النسائية. صحيح. لازم نراعي دائما أوضح وأكد على نقطة، يجب أن ننشر ثقافة اللبس، شلون أنت تلبسين. حلو مريم، لأن أنت ذكرتي أنا هاي اللي كنت بواصله. يعني في بعض المصممات يقول لك إحنا لا بس نبي نبيع العباية الدارج أبدا. الحين يوم قلتي لي إن فيه نصيحة يعني أنك تنصحين. يعني نعم. هاي مب مثلا نقول ستايل مريم أنها على أساس أنها تعرض خاماتها بدون ما لا تنصح. لا لا لا. لأن في بعض المرات صح مثل ما قلتي إذا ما كانت تناسب الهوية القطرية أو العادات والتقاليد بلاها مثل ما احنا نقول. صحيح. زين استاذة مريم، بما ان الحين احنا داشين على فصل الشتاء. نعم. اغلب القطع اللي تنطلب في فصل الشتاء المخمل. صحيح. بس في قطع ثانيه بعد ممكن انا بعد الدش غير المخمل، نعرف ان المخمل يعني بعد حق مناسبات ومرات. صحيح. يكون ثقيل يعني. صحيح. مو صحيح. بعد جونا مو كل يوم برد. نعم. متقلب شوي. من اجمل لاينات الكولكشنز اللي انا احطهم خلال السنه اللاين الشتوي. بالنسبه لي هو لاين مفضل واحبه، لانه تحسين انه هو فيه ابداع، يكون لك مساحه ابداع كبيره. المخمل، الشموه،
في الشموع اللي هو الثقيل، مش الشموع اللي هو مثل ما الحرير المكسور او الدخلي مثلا. ايه؟ نوعيه من انواع الجلد الخلق اللي صحيح يعني الجلد. ايه حلو. طبعا اقمشه التويد اللي هي مثل اقمشه الشانيل اللي هي تكون تشوفين محاكاه، تشوفين نوعيه من الصوف ايوه خفيف. اللي يكون محاكاه تشوفين الخيوط، يعني الخيوط طالعه وبارزه، هذه من اجمل الاقمشه الشتويه. مثل ما ذكرتي اختي ان بما ان احنا ما يجينا الشتاء اللي كثير بارد، فاحنا نلجا بشكل عام في لاين الخط الازياء عندي ما احاول ان العبايه كلها تكون مخمل او كلها تكون من القماش التويد، يعني مثلا ندخله في الابه، ندخله في الاكمام، يعني بس مجرد لمسات بسيطه تعطي جماليه ورمناقه. ولا الحين ما زالت تعطيك ايحاء الشتاء. صحيح. احنا ننطر الشتاء طبعا. يعني في الوان الحين الموضه، انا قريت على السوشيال ميديا ان الحين الالوان الدارجه للموضه اللي هو العنابي. نعم صحيح. شوي على عنابي شوي على بني محروق. صحيح. ففي من اهم او من اشهر الالوان اللي تميز يعني تميز فيها الاوتفيت او العبايات او الملابس فصل الشتاء المارون، درجات المارون طبعا الغامج، البني، الرمادي، الكحلي، الزيتي الغامج. حلو. طبعا انا احس ان هي قله ثقافه، لما انت قله ثقافه في ثقافه المظهر انك انت فصل الشتاء تلبسين الوان فاقعه او فاتحه، خلاص تحسين ان الثقافه انتشرت والكل صار يعرف، حتى لو هو مش مختص بلاين او عالم الازياء. ما شاء الله الحين خلاص كل شيء صار واضح، صار في اطلاع. صحيح صار في اطلاع. مريم، فيه بعض المرات انا اليوم جيتك كزبونه، نعم، شنو اللون اللي ما تنصحيني اخذه او مثلا القماش اللي ما تنصحيني اخذه حق العبايه؟ شوفي دائما انصح ان احنا نبعد عن الاقمشه الشفافه والخفيفه لانها تطلع تفاصيل الجسم. نرجع بغض النظر، يعني في اكيد لها مناسبات خاصه. صحيح. اكيد. وفي الـ 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 يعني الحياه العامه والحياه العمليه احنا نعم. نستعمل الالوان الغامجه والاقمشه اللي لها فوليوم او وزن، ان هي تؤدي الغرض. العبايه صنعناها للستر فهي تؤدي هذا الغرض. أكيد أكيد. نعم. بالنهاية طبعاً. العباية حالتها تكون بعد مثل ما قلتي حصة مسترة. صحيح. وحلوة في نفس الوقت. نعم. وأيضا بعد عملية ما ننسى، أهم شيء تكون عملية صراحة. نعم. كد ومد. أكيد. شكرا. كل الشكر لك مريم المطوع. وطبعا مثل ما احنا شفنا حنان مع مريم تفاصيل العباية اللي كانت معروضة، كلامها عن أنواع القطع القماش، وكلامك بعد عن متى نستعمل هاي الالوان، متى ما نستعملها الدارج في فصل الشتاء. كل الشكر لك مريم. شكرا لكم. يعطيكم العافيه. ما قصرتي. من العبايه وتصميمها الى الساري الهندي والماكينه والانتاج الصيني، يهددان حياكه الساري يدويا في فاراناسي الهنديه. خلونا نتابع معاكم. يتمسك الهندي محمد سراج الدين في مشغله ذي الاضاءه الخافته باستخدام التقنيات اليدويه في تصنيع الساري الحريري، وهو تاليا أحد آخر نساجي مدينة فاراناسي الذين يعتمدون الطريقة الحرفية في إنتاج هذا الزي النسائي التقليدي. وتشكل جودة الأقمشة المستخدمة ودقة الأنماط المرسومة عليها سبب الشهرة التي اكتسبتها منذ قرون ملابس الساري الحريرية المصنعة في فاراناسي. और जब तक हम हैं तब तक है, इसके बाद सब छोड़ देंगे। لكن حرفي المدينة الذين يصرون على حياكة هذه الملابس يدويا باتوا اليوم عرضة لمنافسة شرسة من الساري الصيني المنخفض الثمن الذي غزا الأسواق، ويشكل استخدام المناسيج الآلية خطرا يهدد استمراريتهم، فيما لا تزال مبيعاتهم متأثرة سلبا ببطء التعافي من جائحة كوفيد-19. Copied the bandhani from Gujarat, they've copied Kanjivaram sarees from the south, and they have been copying Banarasis for quite some time. China has loomed quite heavily over Banaras and its trade and its production of sarees. ومع أن ثمة فئة من الذواق والميسورات لا تزال تقبل على شراء الساري الحرفي المحلي، إلا أن الطلب عليه أصبح نادرا في السياق الاقتصادي الحالي لفترة ما بعد الجائحة.
من الهند إلى سلطنة عمان التي تحيي زراعة المانغروف في ظل التغير المناخي. خلونا نشوف مع بعض في هذا التقرير. في أرض رطبة موحلة في العاصمة العمانية، تقوم عالمة البيئة زكية العفيفي بقياس لحاء شجرة المانغروف وتقدير قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب في ارتفاع درجات حرارة الكوكب ببطء. ويمكن لأشجار المانغروف إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بمعدل أسرع من الغابات وتخزينه في تربتها ورواسبها لفترة أطول. The mangroves, they are really have been recognized by many scientists. They are the richest carbon sink in the whole world. وتطور مشروع الاستصلاح العماني ببطء، واعتمدت السلطنة في البداية على مشاتل أشجار المانغروف، وفي عام 2021 حاول دعاة الحفاظ على البيئة استخدام طائرات مسيرة لنثر البذور، ولكن بعد نتائج مخيبة للآمال ركزوا على النهج الحالي المتمثل في الزراعة المباشرة والموجهة. طبعا احنا ممكن نقول الحين عايشين حرب مع الطبيعة بسبب اللي هي التغيرات المناخية اللي قاعدة تصير. في عندنا في الآونة الأخيرة في ارتفاع في درجات الحرارة، حدوث الأعاصير والفيضانات، فإذا جلسنا مكفوفين الأيادي طبعا راح نخسر هذا المورد الطبيعي اللي موجود عندنا. وإذا أصبحت الأشجار والشجيرات الساحلية جزءا من الجهود المبذولة لخفض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، فإن عمان المنتجة للنفط ستقود الطريق في هذه المنطقة الغنية بالموارد الهيدروكربونية. وبإلهام من حاكمها الراحل السلطان قابوس بن سعيد أحد دعاة الحفاظ على البيئة، أصبحت السلطنة مركزا في الخليج لترميم أشجار المانغروف والحفاظ عليها. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لليوم، نشكركم على طيب المتابعة. سؤال الحلقة الجاية راح يكون: ماذا تفعل إذا احترت بين عدة أشياء؟ حنان شو تشوفين؟ أنا الصراحة بقول لك وبعد بقول حق المشاهدين، بنصح النصيحة وأكيد بعد بنصح نفسي، إذا أنا احترت في عدة أشياء سواء كان عمل أو كان دراسة أو كان شغل أو كان أكل أو كان أي كان سيارة، استخير. فدائما مشاهدينا أنصحكم صراحة أن أنتم تستخرون قبل لا تسوون الشغلة علشان تتوكل لكم وربي يوكل لكم إن شاء الله كل شيء في حياتكم. نشوفكم إن شاء الله بكرة على ألف خير مع مواضيع وفقرات متنوعة من برنامجكم الصباح رباح. مع السلامة. مع السلامة.